عبيوت كل الناس علي كل الناس عسطوح الياني دواني عضياء ما بعرف أساميها وقبل الحلو ما يضيع فهيمو. ها عيوني. تعرف شو أكثر شيء هيك زعجني؟ حتما لعي النسوان وحكيهم عن قطع الكهرباء وإنهم ما عم يقدروا يتفرجوا على هالمسلسلات هاي وعم يحكوا عن الطبخ والنفخ وقطع الغاز والباسو يعني عشو تكون تحكوهم؟ ولك شو بفيدهم هالحكي ما كنت أفهم أنا ولك كلهم ها كلهم بيحكوا عن الجاه والمال أي قال جوزس شو عملها وهي شو جابت وهي لوين راحت وهي لوين سافرت والله راح يوقف قلبي منها نعم فاضيين بهالأزمة والغلا اللي عايشين ويحكوا هيك حكي أي طبعا فاضيين ليش حتى ما يكونوا فاضيين ليش يعني الحكي على جمرك شي ما على جمرك إذا جيتي لرأيي لك فهمية كل مرة بتقعد مع هيك نسوان عم يكذبوا بتكون وحدة مثلهم لك ما اختلفنا بس ليش الكذب ليش الكذب ما عم بفهم بيجتمعوا بس لحتى يكذبوا على بعض اي والله ما عم تدخل راسي لك قد ما يكذبوا الكذب حبله قصير يا فهمية ولهيك أنا قررت ما اجتمع معهم أبدا بس اللي أنا ما عم بعرف لاقي له جواب إنه شو اللي بيخلي هيك نماذج يكذبوا على بعض يعني كان في ضرورة للكذب ونحن بنحكي كل يوم عن الفساد وعن المفسدين ولك كيف بدنا نحارب الفساد والمفسدين وفي هيك عالم ومين قال لك إنه الكذب ما نوع من الفساد إيه يعني بتقصد هيك الفساد الاجتماعي والتربوي والأخلاقي اسمعي لك فهمية خطر على بالي هلأ أحكي لك قصة حكالي إياها بزمانات المرحوم جدي بتحكي عن قيمة الصدق هات لشو سمعنا ما ورانا شي يا ستي كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان حتى كان في رجال ختيار نجار قاعد عم ينشر حطب جنب البحر بالظاهر إيده نملة وهو عم ينشر ختيار كبير هم واحد منشار بقلب المي طلع هيك العمل شو بده يساوي اذا نزل بالمي بجوز يغرق الله وكيلك قاعد هيك على جنب وقعد صافين وزعلان ولا يشوف شو بده يساوي ما بيعرف هيك قصه بتنحكى لاولاد صغار مو لالي ولك لا تقاطعيني وقت بكون عم احكي خليني كمل لك القصه حاضر حاضر يلا كملت عم بسمعك يا ستي وكان في سمكة حورية عم تراقب الرجال النجار الختيار هو وقاعد صافن وزعلان نبزت راسها هيك من المي لك قالت له شو زعلك قاعد صافن قال له شو يا بنتي مسع عني المنشار باب رزقي سلت من ايدي وقع بالمي هلا مشان منشار قعد هيك زعلان قوم يروح يجيب غيره لك يا بني ادمي بس العبرة مثل ما بيحتاج الصغير للعبرة كمان الكبير بيحتاج للعبرة ليكي تاني مرة ما بتقاطشيني لحتى كمل القصة لا تواخذني هات لشو بسمعنا وبعدين يا فهمية غطست لك هالحورية بقلب المي وطلعت منه بإيدها منشار ذهب 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 لك اي ذهب ذهب ومرصع كمان بأحجار كريمة شو رأيي وسألته للي هذا الختيار قالت له هذا المنشار إله طلع هيك فيها قال لا والله يا بنتي ما هذا منشاري قالت له لكن استنى شوي كمان رجعت غطست بهالبحر وطلعت هيدي شو مطلع معها منشار فضة وكمان مرصع قالت له هذا منشارك
قال لي لا والله يا بنتي ما هذا من شاري. قلت له كان طول بالك. رجعت غطست بقلب المية فهمية وطلعت ومطلعة بإيدها منشار حديد. قالت له هذا منشارك؟ قال لي إيه والله يا بنتي هذا منشاري. ففرح كتير وقت جابت له هذا المنشار. بس احزري شو عملت؟ قامت عطته منشار الذهب ومنشار الفضة ومنشاره. قالت له شرف خدهم هدول لأنك طلعت إنسان صادق. يا سيدي بعرف لك هيك قصة بتشبه قصة الختيار والسمكة الحورية بس بتضحك شوي، احكي لك ياها؟ لك احكيها ليش لا، شو ورانا؟ اها شوف، هذا يا سيدي بيوم من الايام كان نفس النجار الختيار اخذ مرت الختيارة هيك مشوار لوين؟ على شط البحر. وهن ماشيين اتزحلقت هيك مرته ووقعت على البحر. أبدي هي نط وراها لحتى ينقذها. لك رو شوي علينا شباك، شلون بده ينط وهو ختيار مهرهر؟ قعد يبكي عمرته لأنه شو ما طالع بإيده يطالعها. معناتها يا دلو راحت مرته بالبحر وأكل السماوي. لك هلأ لا تخطف هيك الكباية من راس الماعون، خليني كمل لك. كملي لك يا فهمية يا أم الفهم. ها ها. وفجأة هيك طلعت السمكة الحورية وسألته ليش عم تبكي يا ختيار يا حباب؟ فقال لها مرتي اللي عشت معها أكثر من 60 سنة وقت هون بالبحر. فغطست هيك السمكة الحورية وطالعت له وحدة بتشبه هيفاء وهبة. عرفت لهيفاء؟ هيفاء ما غيرها. وسألته هي مرتك شي؟ لك ايه حلو لمين بتصير؟ اكيد اللي هي مرتي. لك ايه بس شوف، يعني السمكة الحورية عصبت هيك وقالت له ليش عم تكذب؟ فجاوب الختيار ما قصدت اكذب، انا خفت يعني هيك اذا قلت لك لا تروحي شو تجيبي لي وحده بتشبه مين؟ اليسا. واذا قلت لك هي مو مرتي يمكن تغطسي هيك وتجيبي لي وحده مثل مين؟ مثل نانسي عجرم. وبعدين بقول لك لا فبتغطسي وشو بتجيبي لي؟ مرتي. ولاني صادق هيك وما بعرف اكذب بتقومي بتقدمي لي 3 هديه وانا يا بنت الحلال هيك انا ختيار مهرهر يعني ما بيض الوجه. لك خلصينا بقى، كتار من الرجال بدهم مرتهم تكون مثل هيفا وهبة. سأليني انا. اها وهذا اللي صار بالحرف. تعرفي يا فهمية على صدقه كانت لازم تقدم له هدية واحدة مثل أحلام بس بلا مكياج. لك هلأ الخلاصة من كل هذه القصة إنه الصدق شو؟ مفتاح الفرج. شو؟ مفتاح الفرج. عبيوت كل الناس عليل كل الناس عسطور.